هذه الأشعار رمزت لها أصوات قوية وشجية
وضعت بصمتها على الساحة الفنية الإنسانية والجزائرية والعالمية. أبدعت في الأداء والتقنية الصوتية والحس المظهر. تمشي بعيد كي تسمع للشيخ العربي بن صالح، للشيخ رضوان بن صالح، عبد الكريم داري والشيوخ الآخرين، وخاصة خاصة كي تسمع الصوت النسوي التلمساني الفقط. راكم عرفتوا من هذا؟ شنو يقول عليك هذا المزهر؟ على الشيخة؟ على الشيخة تبارك رحمها الله، صفيقة. حبيبي نقاش عليكم الصوت النسوي في الموسيقى الأندلسية. لعب ومازال يلعب دور كبير في المحافظة على هذا التراث وتوصيله للجيل الصاعد، وعنده خصوصياته وحلاوته ومكانته في هذا البلدان. ولهذا المبادرة من محافظ المهرجان السيد بوكلا أمين ومدير التقني والفني السيد باب أحمد خليل، حبينا تكون هذه السهرة تكريما ل يعني لافوفيني الصوت النسوي والشيخة رضوى، لأنه حقيقة خدمة الموسيقى الأندلسية والحفظ والمدرسة الإنسانية، ودخلت ضمن قائمة أكبر الفنانين، وهي فخر لينا ومدينة تمسان. وهكذا لازم يكون الحال، جيل يفوت الجيل، جيل يكرر جيل، وجيل يبدع بعد جيل، والدنيا ماشية. نقترح عليكم تسمعوا لأول نسخة موسيقية لسهرة اليوم. أنا شخصيا حبيت أن تحديد حوز معروف وعزيز على قلوبكم وعلى قلوبنا، فيلقي هنا قلبي للشاعر بوب بن صالح. سهرة اليوم. Thank you.